الخيانة آفة بتأكل في بدن المسلمين وبتنخر في عظام المسلمين، وطول التاريخ الإسلامي المسلمين ما خسروش معركة إلا بالخيانة، والأندلس ما ضاعتش غير بالخيانة، والمغول ما دخلوش بغداد إلا بالخيانة، وفلسطين ما ضاعتش غير بالخيانة، والقدس ما تمش احتلالها غير بالخيانة. جاي أقولك يا صديقي إن الخيانة هي كارثة المسلمين الكبرى، فلولا الخيانة ما ضاعت الأندلس، ولولا الخيانة ما دخل المغول بغداد، ولولا الخيانة ما احتلت القدس، ولولا الخيانة ما ضاعت فلسطين، ولولا الخيانة كان فضل المسلمين في مقدمة الأمم. ولما آفت الخيانة دي اتنزعت من جسد الأمة قهرنا الرومان وبددنا شمل عبدة النار، وحكمت الخلافة الإسلامية من أقصى إلى أقصى، وانتشر الإسلام من باريس غربا إلى سور الصين شرقا. مش عاوز أحلف لك يا صديقي، بس لولا الخيانة فعلا والبعد عن ربنا ما كانش ضعف المسلمين في أي مكان. وعايز أقولك يا صديقي إن الاعتصام بحبل الله يجعل المسلمين يسود الأمم، وأنا جاي في حلقة النهاردة عشان أخبرك عن واحد من أسوأ الخونة في التاريخ الإسلامي على الإطلاق، وعايزك تركز معايا قوي في الحلقه دي عشان تعرف القصه وما فيها. وقبل ما احكي لك القصه ما تنساش اللايك والشير وكومنت وسبسكرايب وفعل الجرس علشان يوصلك كل الجديد، ويلا بينا نبدا القصه وتعالوا بينا نشوف. جاي اقولك يا صديقي ان الخاين اسوأ من عدوك الكافر. هتقول لي يا ابو حميد انت هتبداها كده بلوغاريتمات؟ هقولك ابدا، لان انت عارف عدوك وبتستعدله كويس، لكن الخاين ده واقف في صفك وانت ما تعرفش انه خاين، والعدو اللي واقف في صفك ده بيدمر جسد الامه، عامل زي السرطان كده اللي في الجسد. عشان كده المنافقين يا صديقي اشد خطر من الكفار، وطبعا ربنا وعدهم بعذاب اشد، لان المنافق بيطعنك في مأمنك، وربنا قال عنهم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وعايز اقولك يا صديقي ان اللي هتكلم عنه النهارده ده واحد من اسوأ خمسه خونه في التاريخ الاسلامي، والخاين اللي هكلمك عنه النهارده ده واللي تسبب في مصيبه للمسلمين هو ابو عبد الله محمد الصغير. ابو عبد الله ده اتولد في غرناطه في الاندلس، وكان شارب خمر يا صديقي من الدرجه الاولى. وكانت اماره غرناطه دي يا صديقي بتنقسم الى قسمين، اماره رئيسيه وبيحكمها علي بن السعد، وده كان والد ابو عبد الله الصغير، والاماره الثانيه اماره ملقه وبيحكمها عبد الله بن الزغل، وعبد الله ده كان اخو علي بن السعد. علي بن السعد ده اجتمع مع امراء المسلمين والوجهاء في غرناطه، وقال لهم انا مش هخضع للصليبيين ومش دافع الجزيه، كمان قال لهم بصوا بقى انا هرفع السيف وهحارب الصليبيين. لكن عبد الله الصغير لما عرف ان ابوه بيستعد عشان يقاتل الكفار ويحاربهم، خاف ان ابوه يتغلب والصليبيين ياخدوا غرناطه، وخاف طبعا على نفسه لان الواد كان عايز يبقى امير وكده مش هيبقى امير، لان ابوه طبعا لو اتغلب من الصليبيين وخسر غرناطه الواد مش هيبقى امير بعد كده، والبيه كان شايف ان الامان في دفع الجزيه والخضوع للصليبيين عكس ابوه تماما يا صديقي. وبدل ما يستعين بالله ويحارب الكفار مع ابوه، قام الصبح راح مقلوب على ابوه وعزل ابوه من الحكم، وبعت لفرناندو الثاني ملك قشتاله وقال له انا بعلن الخضوع والولاء التام، انا غير ابويا خالص، انا واد عسل وكيوت. وقال له ما تخافش يا ملك، انا عزلت ابويا وحبسته كمان عشان مش عايز يدفع لك الجزيه، احنا بنهزر ولا ايه؟ قام طبعا فرناندو ما كدبش خبر وولاه امير على غرناطه، وده اللي المحروس كان عايزه. وطبعا ده ما كانش امير، ده كان في نظر الصليبيين تابع وذليل، لكن المسلمين يا عزيزي ما سكتوش وما عجبهمش الوضع، وعملوا ثورات في كل مكان على الزبون ده. وبعد سنه من الثورات اللي عملها المسلمين على المحروس ده، نجحوا ان هم يخرجوا ابوه من السجن ورجعوه حاكم تاني على غرناطه. وفي عام 1485 يا صديقي للميلاد ابوه توفى ومسك ابو عبد الله الصغير الحكم تاني، وفي اول يوم يا صديقي قعد فيه على حكم غرناطه انبعت هدايا كتيره جدا لفرناندو تاني، ورجعت ريما لعادتها القديمه، ورجع يعمل اللي كان بيعمله وقدم فروض الولاء والطاعه لفرناندو مره تانيه، ورجع تاني ذليل وتابع لفرناندو. وفي يوم ابو عبد الله الصغير وقعد على الحكم كده وبيشرب خمره، جاله اخبار ان عمه عبد الله بن الزغل حاكم ملجه انتصر انتصار ساحق على الصليبيين، وعبد الله بن الزغل مسك فرناندو رنه علقه وانتصر عليه، وكل المسلمين في الاماكن المجاوره والمدن المجاوره انضموا الى عبد الله بن الزغل، وكل المسلمين انضموا لعبد الله بن الزغل وشافوا فيه ان هو اللي هيخلصهم من الصليبيين وان هو اللي هينتصر على فرناندو. يسكت بقى ابو عبد الله؟ لا طبعا، قال لك بس ده عم هيجي يهجم عليا وهيحاربني وينزلني من على الحكم تاني، وايامي في الحكم اصبحت معدوده لان عمي اكيد مش هيسيبني، كمان لو استمرت نجاح عمه عبد الله بن الزغل كل شعب غرناطه ده هينضم ليه وهبقى انا واقف بطولي. طب يعمل ايه ابو عبد الله؟ ما انا كده هتشرد ومش هبقى ملك بعد كده. حب يعمل بطل والمسلمين تلتف حواليه ويحافظ على ملكه، راح واخد جيش المسلمين اللي في غرناطه وراح يهاجم الصليبيين، وطبعا من غير ما يتحد مع عمه، وطبعا هو عمل كده عشان المجد ده ما ينتسبش لعمه. يعني ابو عبد الله قام الصبح كده نافش ريشه وقال لك انا هروح انا احارب الصليبيين لوحدي علشان المسلمين يلتفوا حواليا انا كمان مش عمي بس. ولكن لحمقته ولان الله لا يصلح عمل المفسدين، الباشا هزم ووقع في الاسر. يعمل ايه بقى الصغير؟ باع المسلمين مقابل نجاته. شفت خيانه اسوأ من كده؟ مش بس كده يا صديقي، ده الصغير وقع اتفاق مع فرناندو انه ما يهاجمش الصليبيين
المسلمين ابدا ولا يحاربهم ابدا. مش بس كده، ده الخيانه ما خلصتش، ده الخيانه في اسوأ صورها. ده اتفق مع فرناندو ان لما فرناندو يجي يهاجم عمه الصغير هيبعت جيشه ويقف مع فرناندو ضد عمه. لما الصليبيين بقياده فرناندو راحوا يهاجموا عمه عبد الله بن الزغل في ملجة، استطاع عمه عبد الله بن الزغل انه يهزم الصليبيين ويهزم فرناندو ورجعهم تاني. وفرح المسلمين جدا ولقوا ان عبد الله بن الزغل ده المخلص واللي خلصهم من فرناندو واللي خلصهم من الصليبيين واللي دافع عنهم واللي رفع راسه. في الوقت ده فرناندو بعت للصغير وقال له لازم توفي بوعدك وبالاتفاق اللي انت اتفقته معايا وتقف معايا في الحرب، والا انا هلم الجيش بتاعي واجي لك على غرناطه واحاربك وهزمك. في الوقت ده كان جنود عبد الله بن الزغل بتدافع عن ملجة من الشمال وبتصد الهجمات الصليبيه. لكن يا صديقي الخاين هيفضل خاين. في الوقت ده الصغير هاجم عمه من الشرق، لان زي ما قلت لك جيشه كله كان مشغول في الشمال، ونفذ اوامر فرناندو وقام بالهجوم. وطبعا لما هاجم عمه من جهه الشرق كان الشرق فاضي تماما، وفي الوقت ده عمه عبد الله بن الزغل ما كانش مصدق انه ممكن يهاجمه ابدا. لكن الخاين ده اصاب المسلمين في مقتل وعمل ثغره في اماره ملقه، واستطاع الصليبيين ان هم يدخلوا ملقه من الثغره اللي عملها الصغير. ولولا ابو عبد الله بن الصغير ما كانتش سقطت ملقه، ولو ما كانش الصغير عمل كده كان عمه عبد الله بن الزغل دمر الصليبيين. وهي دي يا صديقي آفة الخيانه، لان الخاين بيطعنك من حيث لا تحتسب وبيطعنك في مأمنك. طبعا عبد الله بن الزغل البطل المغوار مات في الحرب دي بسبب خيانه ابن اخوه ابو عبد الله الصغير. وافتكر الصغير انه بخيانته للمسلمين دي الصليبيون هيحبوه ويسيبوه حاكم على غرناطه وممكن كمان يدوله ملكه. لكن هيهات هيهات، بعد عنه ما فات، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بعد كده جاله فرناندو امر انه يسلم غرناطه دون قيد او شرط، وفضل الصغير يستجد ويستعطف فرناندو عشان يسيب له غرناطه. لكن يا صديقي الخائنين لا احترام لهم ولا حتى من اسيادهم، اسيادهم اللي خانوا دينهم وارضهم وربهم بسببهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولما عرف المسلمين ان غرناطه على وشك انها تتسلم للصليبيين هاجوا في المدينه وقرروا حمل السلاح وجمعوا جيش، والجيش ده كان من الممكن ان هو يصد الصليبيين. لكن مفيش فايده في الصغير يا صديقي، هيفضل الخاين خاين. حب الصغير يرضي فرناندو برضه، فضل يهبط الناس ويبعدهم عن القتال ويقول لهم انتوا كده هتضيعوا نفسكم، انتوا كده هتضيعوا، انتوا مش هتقدروا على الصليبيين. بالبلدي كده قعد يكسر مقادفهم. وفعلا نجح الصغير انه يفرق المسلمين بعد ما اتجمعوا بالالاف وعملوا جيش عظيم. وما تفضلش من المسلمين غير القائد موسى بن ابي غسان، وفضل مع موسى من الجيش كله 100 فارس. وتخيل يا صديقي ان القائد ده وال100 فارس دول فضلوا يقاتلوا لحد ما استشهدوا جميعا. والخاين ابو عبد الله بن الصغير اعتقد ان لما الكلام ده يوصل لفرناندو ويعرف ان هو فرق الجيش وما خلاش الجيش يحاربه كده هيكسب عاطفه فرناندو، وفرناندو يرضى عليه ويمسكه غرناطه تاني ويوليه على غرناطه. لكن فرناندو ما عبروش وقال له بص يا ده صغير هتسلم لي المدينه، يعني هتسلمها لي من غير قيد ولا شرط، ما انت خاين. وابو عبد الله بن الصغير ما لقاش اي مخرج ولا لا اي بد غير انه فعلا يسلم غرناطه لفرناندو، وخرج من المدينه ذليل حزين. دي كانت قصتنا النهارده يا صديقي. لو عجبتك القصه ما تنساش اللايك وكومنت وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الجديد.